وننتقل الآن لمتابعة للملف الأوروبي. بعض الدول الأوروبية بدأت في السير على خطى الولايات المتحدة في الاستعداد لخلع الكمامات وإلغاء إلزامية ارتداء هذه الكمامات، على الرغم من تحذيرات في بعض الخبراء الصحيين من أن هذا الإجراء من الممكن أنه يشكل خطورة. تستمتع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجبل طارق بالأيام الأولى من دون ارتداء الكمامة، بينما في أيسلندا وأستراليا ونيوزيلندا عادوا إلى الحياة بشكل طبيعي تماما. إسبانيا بتستعد للتخلص من إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن الخارجية، وذلك مع انخفاض عدد الإصابات المستمر وتزايد أعداد اللقاحات. تلقى حوالي واحد من كل ثلاثة أسبان فوق سن 16 عام جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا، وذلك حسب ما قالت صحيفة ABC الإسبانية. أعلنت كمان بريطانيا عن تخفيف قيود كورونا منذ نهاية أبريل الماضي، كمان تم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المدارس، ولم يعد ارتداء الكمامة إلزامي داخل الصفوف الدراسية أو في أي من المناطق العامة في المدارس حتى الثانوية والكليات. في الوقت تتخذ فيه فرنسا خطوات دقيقة للافتتاح، وفتحت شرفات المقاهي الفرنسية يوم الأربعاء الماضي لشاربي القهوة في الصباح الباكر، وظهر كمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليحصل على أول قهوة في الخارج منذ شهور. طيب خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر من زملائي مراسلي إكسترا نيوز. أرحب في هذه الفقرة بالزميل خالد شقير من مارسيليا، كما أرحب بالزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز أيضا من نيويورك. البداية ستكون معك خالد من فرنسا وتحديدا من مارسيليا. يمكن الرئيس إيمانويل ماكرون ظهر ويعني يشرب القهوة لأول مرة منذ شهور في الخارج، تفاصيل أكثر عن الوضع الوبائي في فرنسا والخطوات التي ربما ستتخذها فرنسا في الفترة المقبلة. تحياتي، كل التحية ليك ندى ولزميل ياسر ولكل السادة المشاهدين. بالطبع تعيش فرنسا الخطوة الثانية في الخطة التي أعدتها الحكومة الفرنسية وأعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون للفرنسيين الشهر الماضي. الخطوة الأولى كانت في 3 مايو، الخطوة الثانية كما أشرت في الخبر هي فتح أو إعادة فتح المطاعم والمتاحف والسينما والحانات وأيضا المحلات التجارية، الشرفات الخارجية أو الساحات الخارجية للمطاعم. ظهر الرئيس إيمانويل ماكرون وكان بصحبته جان كاساكس رئيس الوزراء لاحتساء القهوة في أحد المقاهي، وكانت الرسالة واضحة من هذا الفيديو وهو ارتداء الكمامة ثم خلعها عند احتساء القهوة فقط. وأيضا هذه الرسالة كانت موجهة لكل الفرنسيين بأهمية أيضا التباعد داخل هذه الساحات الخارجية، بمعنى لو في المكان اللي أنا متواجد فيه دلوقتي، أنا في متواجد في أحد يعني الساحات الخاصة بالمطاعم، لو بتاخد 100 فرد فمسموح فيه فقط بأن ياخد 50 فرد، أما فيما يخص المحلات بين كل فرد وآخر 8 أمتار، بالنسبة لدور السينما والمسرح ثلث العدد، يعني لما يكون العدد 100 يبقى 35 فقط هم اللي يحضروا العرض، وهكذا. يعني الأوضاع هنا فيها نوع من الانفراجة والفرق، الفرحة والسرور على الوجوه الحقيقة، ولكن هذه الفرحة هي فرحة حذرة، وهناك تخوف من عودة الإصابات مرة أخرى للارتفاع، إلا أن حصول أكثر من 22 مليون فرنسي 22 مليون 546 ألف على وجه التحديد، من بينهم 9 مليون و600 ألف حصلوا على الجرعتين ندى، أكد على ده، يعني أن هذه الخطوة تأتي خطوة في إطار الإنفراجة وموضوع العودة شبه الطبيعية إلى الحياة مرة أخرى ندى. نعم زميل خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا، أنا بشكرك جزيل الشكر.